بالتوازي، بادارو ستريت فيستيفال يعيد بيروت إلى أيامها الذهبية. تقرير ألان درغام. الويك أند بشارع بادارو تحول إلى مهرجان ضخم شارك فيه الآلاف على مدى 3 أيام. بادارو ستريت فيستيفال قدم للبنانيين والسواح عينة عن شو ممكن يقدم الشارع على مدى السنة. كل اللبنانية كل جمعة تعمل مهرجان تننعش بقى لبنان ونظهر من الأزمة اللي نحن موجودين فيها. شارع بادارو بجنين كتير حلو وعملنا أجواء كتير حلوة، بتمنى الكل يكون كان مبسوط. كتير حلو وخاصة بهيدا البلد اللي لازم يصير فيه هيك، وخاصة كل شيء لنساعد السمول بزنسز. أنا بالنسبة لألي الأجواء هون كتير حلوة والعالم كلها مبسوطة. بعرف الأجواء ضاغطة وظروف ضاغطة والناس الله يساعدها، بس كيف ما كان بتنفس بتغير جو بنرجع منحس شوي إنه الحياة رجعت لنا، بتلبق لنا الحياة. لبنان أحلى بلد، رائع جدا. هيدا لبنان، نحن دايما رح نضلنا هيك مبسوطين وما في شيء رح يغيرنا. أغاني وموسيقى وأجواء أكثر من رائعة، وأصحاب المشاريع الصغيرة كان عندهم الفرصة أنه تعرض منتجاتهم المحلية، واللافت أنه كان البعض منهم من الأعمار الصغيرة. كتير مبسوطة أنه وصلت لهون. أول شيء بلشت موهبة، هلأ صارت ستان، صارت العالم بتشتري من عنده. مندور على هيك إيفنتس ومهرجانات، مهرجانات كرمال صراحة البرودكتس عندنا أوكي بيعرفوهم بالبع، بس عن ضخامة أكتر وأجواء أجمل. بدارو رجع يأكد بهالمهرجان أنه من الشوارع الحيوية الأساسية بالعاصمة بيروت اللي بتجذب سواح من مختلف الأعمار، والأكيد أيضاً أنه بيروت مفعم بالحياة ليلاً ونهاراً.